بهدف الدمج بين الرياضة والعمل الخيري، أقامت مدربة الرياضة لوسين شيوات بالتعاون مع جمعية هدية الحياة الخيرية بدعم من مجموعة الصايغ نشاط يحمل اسم زومباثون مع تمارين رياضة الزومبا، ما زاد حماس المشاركين أن ريع البطاقات يذهب لأطفال بحاجة لعمليات قلب مفتوحة. اليوم عندنا إيفنت اسمه زومباثون، هي عبارة عن دمج لكلمتين زومبا مع ماراثون حتى الناس يلعبوا رياضة ويتعبوا. زومبا هي عبارة عن رياضة رقص 70% منها لاتيني و30% منها عالمي. هي عبارة عن لياقة بدنية عالية، تتخللها لياقة بدنية عالية، بتشغل مجموعة كبيرة من العضلات وبتحرق سعرات حرارية عالية. طبعا الناس اليوم شاركتهم كتير حلوة وفعالة، وإن شاء الله نتعبهم قد ما بقدر أنا وفريق المدربات المعي، ويعطي ألف عافية للكل. مشاركة الأشخاص في زومباثون من أطفال وكبار كانت فاعلة جدا لمدة ساعتين، وهم يدركون الهدف الذين شاركوا من أجله بدعم لمبادرة نبيلة هادفة مع الرشاقة والاهتمام بالرياضة وأيضا الاستمتاع بالموسيقى. هذا الحدث، هذا التجمع الرياضي انعمل السنة الماضية في نفس الوقت، وكل الريع تبعه راح لجمعيتنا، جمعية هدية الحياة الخيرية. وهالسنة زي ما وعدت لوسين نشيوات، قالت أنا السنة الجاية إن شاء الله كمان بعمل نفس الشيء برضو للجمعية. هدف الجمعية هو تقديم اللي بنقدر عليه لمعالجة الأطفال الأقل حظاً اللي بيعانوا من أمراض في القلب، أمراض تشوهات خلقية في القلب. وطبعاً كل التبرعات اللي بتجينا بتغطي نفقات العلاج كلها. التقاء الرياضة مع رسائل إنسانية بطاقة وحيوية، مع إعطاء الأطفال الحياة لعمليات دقيقة جداً بالعمل على تنمية الصحة المجتمعية. أيمن الحمود، رؤيا